السلام عليكم، أنا بكلمكم النهاردة من الحديقة. نتكلم مع بعض شوية. هنتكلم، هنعرف ايه الطريقة اللي ممكن نحل بيها مشاكلنا بنفسنا، هنتدرب عليها، وازاي احنا نوصل بالسعادة في الأسرة وتكون في هدوء تام يعني بإذن الله. أول شيء ان احنا نقدر، يعني ازاي نقدر نرجع نحب بعض زي الاول. احنا هنقول كم خطوة كده وهنتبعها ونجرب ندرب نفسنا عليها. زي ايه مثلا؟ بالود. الود بقى ده حاجة جميلة خالص. الود بيخلينا نتقرب من بعض كتير كتير. لكن ازاي بقى؟ ازاي يعني نتبع الاسلوب دون؟ ان احنا نبطل انتقاد، ما نفضلش ننتقد في بعض، ونعمل معاهدة بيننا وبين نفسنا ان اي لفظ هيجرح الشخص اللي معانا احنا ننهي نفسنا عنه تماما، لان ده هيولد عندنا حاجة اسمها نفور. ننفر من بعض، والنفور ده بيعمل عواقب كتيرة خالص لا تحمد عواقبها. طب نعمل ايه بقى؟ نتسامح، وكل طرف منا يغض البصر عن تقصير الطرف الآخر. يعني ده لو حصل ايه تقصير منه. اذا الاسلوب ده هيحافظ على بيتنا وهيبني السعادة فيه. حتى الاسلام حفزنا ووعدنا بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العقود، التي إذا أذت أو أوذت جاءت فوضعت يدها في يد زوجها وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. يعني إيه العقود؟ اللي هي المرأة اللي هي التي ظلمها جوزها أو أغضبها، وقد يكون هو المخطئ في حقها، لكنها ما تطلب منه مثلا بسرعة الطلاق، وما تخدعهوش وما تحتلش عليه ولا تأذيه ولا تستعين عليه بأهلها، وما تخصموش وما ترفعش صوتها عليه. يعني ايه بقى؟ يعني مطلوب منها انها تعيش بهدوء. اللي بتطلب السعادة دي، السعادة دي عاملة زي الفراشة. كان في كاتب امريكي عجبني قوي، قال ان السعادة عاملة زي الفراشة، لو لحقتها هتطير منك، مش هتلحقك ومش هتلحقها خالص. انما لو كنت هادي هتبص تلاقي ان الفراشة دي اللي هو مثلها بمثال السعادة هتلاقيها هي اللي جات وحطت على كتفك، لانك ايه؟ هادي. ده مدينا مثل في السعادة بالهدوء. فهي اذا عايزة تعيش بسعادة وتحافظ على سعادتها، هتروح عاملة ايه؟ هتعيش بهدوء في كل موقف، تحاول تهدي نفسها، مش ترفع صوتها وتتنرفز يعني وتتعامل باسلوب زي بعض النساء التي يعني ما يتربوا بأدب الاسلام. المهم هي عملت كده طمعة في الجنة. ده حفو الحديث او اللي الواحد استفاد منه من الحديث ده. وبعدين ممكن كمان في خطوة تانية الواحد يدرب نفسه عليها، ده هيكون جزاءها عظيم جدا، هيكون جزاءها الجنة في الاخرة، وفي الدنيا هتكون هي عدت ببيتها وبسعادتها وعدت بيهم لبر الامان. تمام كده. والله انا وانا بتكلم افتكرت واحدة جارة ليا، كنت صغيرة خالص ولسه متجوزة، وبعدين جت وهي اصلا من اصل اسيوي هندية، ولكنها كانت بتتكلم العربي، وقالت لي: والله اني عشان تحافظي على بيتك وعلى زوجك انك انتي تسامحي، تعيشي بالتسامح، ومهما يعمل الزوج حاولي ان انت يعني تدخلي التسامح بينكم، ومهما يحصل منه
يعني انا طبعا قلت لها حتى لو عمل كذا، حتى لو عمل كذا ازاي يعني الانسان مش هيقدر يتسامح وكده. قالت هو بيجيلك في اخر الليل بيرجع بيته وانتي عليكي ما تكشيه. ودي كانت كناية على ان برضو هي تخيلت انه مثلا كلمة تكشيه يعني تشيه كأن طير وهشتيه كرشتيه. تخيلوا يعني الاسلوب. بل هي قالت بس ايه، تقدري بعد كده تقدري انتي تكوني قوية وتسيطري وتتصرفي بحكمة وبهدوء. وطبعا على فكرة الكلام بتاعها في ودني على طول، مر سنين طويلة وانا على طول بتذكرها، وكل ما افتكر حاجة افتكرها. وبعدين في سلوك، السلوك ده اللي انا بقول عليه يعني ان الواحد يتصرف بهدوء وبتسامح وبود، ان هو ده مش صعب لكن ممكن الواحد يتدرب عليه، ومش هيقدر عليه الا ايه، الانسان اللي هو والله هيكون قوي، هيقوى باصراره. وبعدين في خطوة تانية ان هو نحاول ان احنا نهمل الامور المزعجة ونشيلها من تفكيرنا خالص، نسقطها من تفكيرنا، نسقطها نهائي عشان نريح بالنا ونريح عقلنا يعني، وندرب نفسنا على الإيجابية وعدم الانفعال. ده تدريب سهل جدا خالص، ان احنا ننسى الامور اللي ازعجتنا في الاول، ونفتكر دايما الامور والذكريات السعيدة اللي كانت مشتركة بينا. عندها بقى هيكون صلاح وهيكون في روابط عاطفية اسهل. ده تمرين للعقل والنفس ان هي تكون ايجابية. والانفعال عامة بيؤدي لتراكم المشكلات بين الزوجين، وننصح ان هو عدم الانفعال، عدم الانفعال نهائي خالص في اي مناقشة في اي حاجة. ننتظر لما نهدى خالص وبعدين نبدأ ايه نتكلم. ويفضل ان احنا ما نجيبش المشاكل اللي فاتت اللي هي خلصت خلاص واتحلت، ما نذكرهاش مرة تانية في اي وقت عشان ما ننفعلش زيادة، ويكون العتاب خالي من اي تجريح نهائي خالص خالص. وبعدين في حاجة تانية، ازاي بقى احنا ننتصر ونعدي بحياتنا الزوجية او حياتنا عامة لبر الامان وللهدوء وللسعادة، لان السعادة دي هي راحة البال. والله ان احنا نعمل نفسنا تدريب كده ان احنا نتبع ظن حسن الظن على طول في كل حاجة، يعني نبعد عن الوسواس والافكار السامة مثلا، يعني ننمي الشعور عن التعبير عن المحبة بشكل دائم. ودون هيعمل ايه بقى، يعني هيخلق جو كده هادي فيه ود وفيه محبة. يعني مثلا الواحدة تقابل جوزها وهو جاي من الشغل ومكشر وما تعرفش حصل ايه في يومه، وتقول له مثلا ترحب بيه بأي اسلوب هي قادرة عليه. هو مثلا يجي من غير اي مناسبة، يجيب لها بوكي ورد، وردة واحدة، يعني ده هيرجع يعني راحة نفسية خالص. وان الواحد يقدر يقدم اعتذار دايما اذا كان غلط او ضايق التاني، او حتى اتكلم بصوت مرتفع، او ان هو يعود نفسه انه يعتذر وما فيش اي مشاكل خالص. الاعتذار ده شيء جميل جميل، بيصفي النفوس خالص. ولازم نعتمد بقى ايه طريقة للنقاش، نعمل عقد بيننا وبين بعض كده من جديد، ونقول يا جماعة يلا احنا لما يكون في حاجة مضايقانا نتكلم بهدوء، يعني نتفق على كده، ما ننفعلش، نتناقش بهدوء احنا او العيال، نعمل قواعد لنفسنا، نقول يلا احنا عايزين نتكلم بهدوء، تمام كده. وبعدين ايه المفروض الواحد لو واحدة مثلا موجودة في البيت توفر وقت ان هي تقعد مع اولادها وزوجها بدون مذاكرة وبدون ما هي بتعمل واجبات البيت ولا الحاجات دي كلها، فتوفر الوقت
بالظبط ده الوقت دون هي هت في بعض الزوجات يقولوا ايه ان ما بيكلمنيش منشغل بالموبايل او كذا وكذا، ما انتي خلوا وقت تعودوا عليه ان انتوا بس تتناقشوا، ان شاء الله تقولوا كل واحد يشيل الموبايل دون ما يتحطش في الساعة دي. احنا مثلا من الساعة 5 هنكون قاعدين بنتكلم، ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي يعني واجبات اخرى، تمام كده؟ ده هيبقى ايه روتين نغير بيه امورنا وحياتنا. يعني لازم تعوديه ان في وقت، وهو كمان يتعود والاولاد يتعودوا ان في وقت احنا قاعدين مع بعض، وقت الجامعة بتاعتنا مع بعض نتكلم بس في اي حاجة، نهزر نقول نقط، ان شاء الله تجهزوا نقط وتقعدوا تحكوها وكل واحد يحكي للتاني على اللي حصله. خلينا نجرب وخلينا شوية ننتشل نفسنا من ضغوط الحياة ونقدر نعدي ونشوف ايه خطوات السعادة ونتبعها، مش مثلا نقرأ حاجة او نسمع حاجة وما ننفذهاش، لا يلا بينا ننفذ ويلا بينا ايه نبدأ ونبقى اول خطوة ونبقى ماشيين على طريق الاسلام ونفوز بالجنة وفي الحياة نفوز بالهدوء، ونتعلم نتعلم من اللي حوالينا، نتعلم الحاجات الكويسة. إلى اللقاء حبايبي، اشتركوا في قناتي وتابعوني وشجعوني عشان أنا هكبر بيكم وبتشجعكم. إلى اللقاء.